لم يتوقف الأمر فحسب على الفنانة إليسا التي سحرها جمال المشترك التونسي محمد علي، فتغزلت به أمس في الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس، وأقنعته بالانضمام إلى فريقها، إذ استطاع الشاب الوسيم ابن 30 عاماً أن يسحر فتيات كثيرات، وأن يصبح حديث مواقع التواصل، بعد ظهوره على مسرح ذا فويس بموسمه الرابع. وانتشرت التعليقات الطريفة التي تشيد بجمال المشترك الذي يعمل طبيب أسنان، وطالبت الفتيات بعنوان عيادته للذهاب إليه لعلاج أسنانهم، فيما تساءلت إحدى المغردات إن كان هذا الشاب طبيب أو هو العلاج في ذاته، ونشرت إحداهن صورة لمحمد مع حبيبته، معبرة عن خيبة أمل الفتيات بعد هذه الصورة، فيما اعتبر البعض أنه بعد التونسي ظافر العابدين، فإن تونس أنتجت محمد علي.